أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة الحياة لديهم. يهدف هذا البرنامج للدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان عن طريق تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار في التعافي وتوفير فرص عمل مناسبة وتدريبهم على حرف مهنية، إلى جانب الحفاظ على أسرة المتعافي عن طريق تحسين الظروف المعيشية والحد من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة. في مؤتمر صحفي أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج دراسة تطبيق برامج الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأثره على تحسين جودة حياتهم. هذه الدراسة لا تمثل فقط جهداً علمياً متميزاً ورائداً على المستوى الإقليمي، وإنما تعكس في الوقت ذاته دوراً مهماً وحيوياً للدولة المصرية في تطوير حياة مواطنيها والارتقاء بجودتها. قضية المخدرات في العالم كله يعني ليها شقين، شق الحد من العرض، وده بيكون مسؤولية الأجهزة الأمنية اللي بتعمل مراقبة على الحدود وبتعمل مراقبة على تصنيع المخدرات التخليقية، لكن الأجهزة الأمنية مهما اشتغلت في الحد من العرض لازم يواجهها أيضا جهد موازي على المستوى الاجتماعي للحد من الطلب، والحد من الطلب ليه ضلعين، ضلع الوقاية وضلع العلاج. هذه الدراسة عكست الضوء على اهتمام الدولة المصرية بالمتعافين من الإدمان. احنا بيتردد علينا ما يقرب من 170 ألف مريض إدمان سنويا بيتلقى خدمة علاج الإدمان مجانا وفي سرية كاملة. البرنامج يعمل على الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، وذلك عن طريق تشجيع وحث المتعافين على الاستمرار في التعافي وتوفير فرص عمل مناسبة وتدريب على حرف مهنية، إلى جانب الحفاظ على أسرة المتعافي عن طريق تحسين الظروف المعيشية والحد من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة. حصل لي دعم كتير من الصندوق، من دورات تدريبية اخترت دورة سنتر موبايلات، كنتش عارف حاجة فيها خالص، بس قعدت شهرين كان على أعلى مستوى، تعلمت حاجات كتير جدا. متعافي بقالي سنة وسنتين وشهرين، والحمد لله بفضل ربنا وبفضل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قدرت إن أنا أعمل السنتين وشهرين دول بمساعدة ودعم منهم. برامج متنوعة تعمل عليها أجهزة الدولة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، إلى جانب دمج المتعافين، وذلك عن طريق بناء قدرات الشباب على المواجهة الفاعلة لمشكلة المخدرات وتنمية مهاراتهم الحياتية ودورهم الفاعل في المجتمع. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.